لكن مو نحن اللي خلقنا لبوس الايدين ولا دعائي مستجاب لادعي عليها بالكسر. الزمن رباني اكسر الايد واتكاسر مع الف ايد غيرها، وان كتير اضطريت اركع فما رح اركع الا لازرع لغم. مجرد هلوساتي شعوذاتي افعاذاتي افرازاتي دامية لإحساساتي خلعت عذرية شهرزاتي في مسادي المزايداتي عند قطع الإمداداتي إعداداتي تحتوي على تعقيدات تهديدات يرجى الاحتياط من الاختلاط وصوت الصرخات فالكرامة مشترات من فتات الممنوعات بتغطية السلطات لتغذية العبوات الدماغية المحبطات. كم من بشر مثلي أصبح يملك قلب عجوز أرعن عندما تأتي شظية بؤس في صدرك لن ينفع درعا ما دهاني لطفا هل إتماني خلدني أم أقصاني هل سرح مشاعري أم أطلق عناني أعطني سكوتك أفهم كبوتك لكني لا أحتمل عذرا أقبح من موتك في داخلي لأنك مسخ جاهلي. زمننا لا يحتوي على ثاني قتيبة بن مسلم الباهلي. على ما تبقى من فتات الأرصفة جالسا أبحث للجميع عن أعذار منصفة أقبح من ذنوب مقرفة ومنزفة ما لا ريب فيه أنه ستدميه متكلفة. آسف إذا كنت زهقت من مأت قول الفصيح واجب إنساني إني سمعك استبيح صيح بلا تلميح صيح بالتقبيح أنا عايش واقع الحلو فيه أمر من نبتة الشيح زيح للتوضيح ريحة الأموات بتجبر على التجريح فلا تطلب مني هستر معك اضحك من جوا البلا صار لنص عقد من الزمن عم بتشد خرا هز اخت البيك نايمة بلا عياط وشوشرة ماني ابن فواتي حتى اندعم عم بفني وريش ولا عم لواء حتى خش على الجيش وفيش ولا عندي اصحاب كول ولا عنا بارتي يوميا ولا معي الاف الدولارات تحولني اوروبيا معي عيش زفت معي جفت معي امل مقطوع راسه معي شاشة فيها نزفت لك قرفت معي امنية وصل لا أحلام العالمية معي تمني إني سافر بكرامة وطنية معي مبادئ عليها خريط معي مخططات أطراف النزاع السافل اللي عليها صحيت معي شريط ذكريات ما عاد تلزمني معي معه وقود وعود كبريت من هالمدينة اكتفيت. يا ترى وين بدك جرجرنا هالحرب ما حدا عم يقدر يستوعب الدرب لوين عم بتودي لوين بدنا نوصل كيف بدك تتداوى من السم اللي انشرب كيف بدك تدرج شظايا الصاروخ اللي انضرب والموت اللي اقترب كيف بدك اياني اتخلى عن كرهي للعرب سيفون البلد انسحب هاي العالم ما بتتدرج سيفون البلد انسحب دوبلون وانفرق سيفون البلد انسحب فولكينو كولونيست برودكشن.